في الاتفاق مع إيران وبحث قضايا المنطقة. ماميش يؤكد على استلام هيئة قناة السويس للمجرى الملاحي بالكامل بعد مغادرة جميع الكراكات. الحكومة المصرية والمبعوث الأممي برناردينيو لين يبحثان في طبرق تشكيل الهيئة التأسيسية لمجلس قبائل ومدن ليبيا الذي يحل بديلا لمجلس النواب الليبي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من نظير الأمريكي باراك أوباما، أكد خلالها على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد مصالحهما. وأعرب أوباما في رسالتها التي نقلها وزير خارجيته جون كيري خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب عن أمله في أن يضع الحوار الاستراتيجي بين البلدين إطارا لتعميق التعاون بينهما في المجالات كافة. وخلال اللقاء أكد السيسي أهمية العمل المشترك بين البلدين من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة ككل. كما أكد السيسي التزام الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري ليطلع مجلس النواب الجديد بمهامه في الرقابة والتشريع. يلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بالدوحة نظيرهم الأمريكي جون كيري لبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتفاق النووي الأخير وأول اجتماع من نوعه بعد توقيع هذا الاتفاق. كان وزراء خارجية الدول الخليجية قد عقدوا اجتماعا تحضيريا في الدوحة لبحث سبل التنسيق بينهم بشأن جدول أعمال اجتماعهم مع جون كيري. بعد يوم من زيارته إلى القاهرة، حمل رئيس الدبلوماسية الأمريكية جون كيري عددا من الملفات لبحثها مع نظرائه الخليجيين، يأتي على رأسها اطلاعهم على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص برنامج إيران النووي الذي أبرمته مجموعة 5+1 مع إيران في يوليو الماضي في فيينا. الوزراء الخليجيون استبقوا اجتماعهم بكيري باجتماع تنسيقي فيما بينهم في الدوحة برئاسة وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، وذلك لترتيب الملفات التي ستناقش مع المسؤول الأمريكي. الاجتماع الخليجي الأمريكي من المتوقع أن يناقش بالإضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني عددا من القضايا والملفات الهامة في المنطقة تتضمن مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك الأوضاع بالشرق الأوسط والنزاعات في اليمن وليبيا وسوريا. الدوحة وهي المحطة الثانية لكيري في جولته الشرق أوسطية تستضيف أيضا اجتماعا ثلاثيا يجمع وزير الخارجية الأمريكي بنظيريه الروسي سيرجي لافروف والسعودي عادل الجوبير لبحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب إنهاء مباحثاته في الدوحة يتوجه كيري إلى سنغافورة وماليزيا وفيتنام، وذلك في إطار جولته الإقليمية التي ستستمر حتى 8 من الشهر الجاري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة السيد خالد الأصور الكاتب الصحفي. يعني سيد خالد، كيري له جولة في المنطقة ككل، بدأها من القاهرة ثم انطلق إلى الدوحة ليلتقي القادة الخليجيين ووزراء الخارجية. يعني كيف تتابع هذه التحضيرات التنسيقية بالنسبة لوزراء الخارجية ووزير الخارجية الأمريكية؟ في الواقع ونظرا لأهمية هذا الاجتماع، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون أمس اجتماعا لتنسيق المواقف بشأن هذا اللقاء. وهذا الاجتماع الخليجي الامريكي بيعد متابعه لقمه كامب ديفيد اللي استضاف فيها الرئيس الامريكي باراك اوباما زعماء دول الخليج في مايو الماضي. ومن المتوقع ان الاجتماع وزير الخارجيه كيري ونظرائه وزراء دول الخليج هيناقش عدد من الملفات السياسيه والامنيه في المنطقه، لعل من اهميه الازمه السوريه والبدائل المطروحه لحلها، ولا سيما مع وجود وزير الخارجيه الروسي، لأن روسيا تعد عنصر فاعل ومؤثر في سواء في تعقيد القضية أو حلها. وكذلك من المتوقع أن يناقش الاجتماع القضية المتجددة، قضية تمدد تنظيم داعش وسبل مواجهته. ومن المنتظر أن يعقد على هامش هذا الاجتماع أيضا اجتماع ثلاثي آخر يضم وزراء خارجية أمريكا وروسيا والسعودية
هيتناول قضية مواجهة تمدد داعش. هذه الملفات كلها بالإضافة طبعا إلى الملف الأزمة في اليمن، بيد أن أهم الملفات التي ستأخذ الحيز الأكبر في الاجتماع هو الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة 5+1 التي تضم روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا مع إيران في 14 يونيو الماضي في فيينا. طب سيد خالد، بالنسبة لهذا الملف يعني على وجه التحديد هناك قلق واضح من كل دول الخليج بشأن الاتفاق النووي الذي أبرم فيه الشهر الماضي، يعني هل هناك رسائل طمأنة حقيقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الشركاء في الاتحاد الأوروبي ربما يحملها كيري في جوابته إلى وزراء الخارجية حتى يكون هناك طمأنة تامة لهذا الاتفاق وأن يكون هناك بنود واضحة تطبق على من يخالف هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال وبالتحديد للدول العربية؟ نعم، يعني هو يعني بداية يعني يتعاني التأكيد والتنبيه إلى أن الاتفاق الإيراني الغربي هو في الأصل يعني اتفاق عام، ليس تفاهم إيراني أمريكي فقط، هو اتفاق إيراني غربي يجري تسويقه عبر المجتمع الدولي في إطار 5+1، فهو أكثر شمولية من الملف النووي الإيراني، ويعني بمعنى أنه بيشمل بالإضافة للملف النووي قضايا الشرق الأوسط ودور إيران فيها، ولا سيما مع بوادر لنوايا أمريكية بتخفيف حضورها في قضايا منطقة الشرق الأوسط. وأمريكا من خلال هذا الاتفاق مع إيران ستوكل إدارة بعض الملفات الإقليمية لإيران بما يحقق مصالحها مع طهران. وإدراكا من واشنطن طبعا في السياق اللي حضرتك تحدثت عنه، إدراكا من واشنطن للأبعاد وهذه المخاوف الخليجية، فهي تسعى إلى طمأنة الدول الخليجية على أن هذا الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات عن طهران لن يؤدي إلى إطلاق يد إيران في المنطقة. ويعني واشنطن بتحاول يعني تلعب على الحبال، تحاول إيجاد نوع من التوازن في علاقتها بدول المنطقة. وباراك أوباما من أيام قليلة أشار إلى أن إدارته عاكفة على صياغة رؤية للسياسة الأمريكية، رؤية شاملة للسياسة الأمريكية في كل من سوريا والعراق واليمن، ويتخللها قضية داعش، ولا سيما أن أمريكا يعني في هذا السياق تريد التحالف مع إيران بما يحقق مصالحها. صحيح. لكن صحيح. ده لا يعني في نفس الوقت التسليم لإيران بكل ما تريد، لأن أمريكا لها مصالح. لأن إيران سيد خالد يعني لها مفاتيح في كل هذه الدول وبالتحديد اليمن وسوريا. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي خالد الأصور، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. يأتي لقاء كيري في الدوحة بعد يوم من مباحثاته التي أجراها في القاهرة مع نظيره سامح شكري وزير الخارجية في ختام أعمال الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، حيث اتفق الطرفان على عقد جلسات الحوار كل عامين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة. مرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن يعكسها الحوار الاستراتيجي بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات. وخلال مؤتمر صحفي جمعه وزير الخارجية الأمريكي، أكد سامح شكري تطابق الرؤى بين مصر والولايات المتحدة تجاه العديد من القضايا كان في مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف. لقد تطابقت رؤية الجانبين بشأن ما تمثله العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة من قاعدة أساسية تسمح للجانبين باستخلاص مصالحهما المشتركة وتمكنهما من مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. وقد اتفق الجانبين على ضرورة مضاعفة الجهد الخاص بمكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على توسيع التعاون الثنائي المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية. الوزير الأمريكي من جانبه أعلن أن العلاقات مع القاهرة عادت إلى قاعدة قوية، مشيرا إلى أن الحوار تناول العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا والاتفاق النووي مع إيران. الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مصر وجهود هيكلة الاقتصاد، وسيكون لذلك أثر كبير على المنطقة بأكملها الآن. مصر لها أهمية خاصة ودور هام في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الديني. لقد صعقنا للهجمات الأخيرة في مصر، لذا فنحن ندعم مصر في مواجهة الإرهاب.
كما أعلن الوزير الأمريكي عن مواصلة بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى مصر ومعاونتها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. عودة الحياة للحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن بعد 6 سنوات من التوقف يأتي في إطار بيئة إقليمية مغايرة تشهد العديد من المستجدات، ثورات تقوم، أنظمة تسقط، إرهاب ينتشر، ملفات تتوارى وأخرى تتصدر المشهد، كلها مؤشرات تؤكد الحاجة لهذا الحوار وتعزز مكانة مصر من جديد إقليميا ودوليا. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، النيل. أعلن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش أن الهيئة استلمت المجرى الملاحي للقناة الجديدة بالكامل بعد إخلائه من جميع الكراكات التي كانت تعمل به. وأضاف مميش أن إدارة المساحة البحرية شرعت فور استلامها للمجرى الملاحي الجديد بعمل جلسات الأعماق بالليزر للتأكد من العمق المطلوب. كما أشار رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تركيب جميع العلامات الملاحية على طول القناة، وعددها يقدر بنحو 110 علامات لإرشاد السفن، مؤكدا أن بعد الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة أصبحت القناة الجديدة جاهزة لاستقبال السفن العملاقة والتي يصل غطسها إلى نحو 66 قدما. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من قناة السويس مراسل النيل هشام حامد. هشام، هل لك أن تنقل لنا صورة لديك حول آخر الاستعدادات لإقامة حفل افتتاح قناة السويس يوم الخميس القادم؟ نعم، يعني تبقى يومان فقط على حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، هذا الحدث التاريخي المصري الخالص الذي يمثل فخر وعزة لكل مصري ومصرية. يعني كما تتابعونا من خلفي هناك الاستعدادات متواصلة على قدم وساق من أجل إنهاء وإتمام الاستعدادات والاستعدادات لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة. كما تشاهدون في الصورة هناك عدد من، يعني قبل قليل كان هناك عدد من اللانشات البحرية التي تقوم بتأمين المجرى الملاحي وتأمين أيضا السفن العابرة. أيضا قبل قليل كانت هناك عدد من الدوريات الأمنية التي تمر على ضفتي القناة الجديدة لتأمين القناة. ويعني منذ أن وطأت أقدامنا محافظة الإسماعيلية هناك إجراءات أمنية مشددة، وكما يعني قال المتحدث العسكري أو الرسمي باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير بالأمس أن القوات انتشرت في كل مكان وتم تأمين محافظة الإسماعيلية والقناة بالطبع يعني بشكل قوي جدا. أيضا كما تشاهدون يعني هناك تأمينات قوية جدا في قناة السويس. أيضا هناك عدد من الأعمال الحفر ما زالت مستمرة على ضفة القناة. أيضا كما تشاهدون هناك نصب تذكاري تم وضعه على ضفة. هشام، كان هناك تصريحات للفريق مهاب مميش أنه أكد استلام هيئة قناة السويس للمجرى الملاحي للقناة بالكامل بعد مغادرة الكراكات منها. نعم، يعني الكراكات التي تعمل هنا يعني ايه لإقامة المباني التي سيقام عليها او الصواري التي سيقام عليها اعلام الدول المشاركة في قناة السويس الجديدة، يعني اعمال التشطيبات النهائية التشجير يعني، لكن اعمال الحفر انتهت تماما، يعني لا يوجد هنا بالفعل اي كراكات، يعني هي اعمال التشطيب فقط هي التي يعني تتم هنا يومين. كما تشاهدون في الخلف أيضا تم وضع النصب التذكاري الذي يرمز إلى العامل المصري وكفاحه، أيضا هنا التمثال الذي يرمز إلى المرأة المصرية وكفاحها وجناحي النسر، وأيضا تمثالين صغيرين لأبو الهول. أيضا يعني أرى أمامي تم الانتهاء من وضع الصواري التي سيرفع عليها أعلام الدول المشاركة والتي قدرت بنحو 104 دولة حتى الآن. وكما أعلن أو أعلن قصر زي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولان سيشارك في هذه الاحتفالية الضخمة. أيضا عدد كبير من رؤساء وملوك ورؤساء وفود دول العالم سيشاركون بأعلى مستوى تمثيل في هذا الحفل الذي يعني لا يتكرر كثيرا. يعني نحن نعلم أنه قبل يومين وصل يخت المحروسة للمشاركة في هذا الحفل والذي سيستقله الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا اليخت التاريخي الذي استقله من قبل الخديوي إسماعيل في افتتاح القناة القديمة. يعني الاستعدادات
رغم أن الحفل يتبقى له يومين، لكن الاستعدادات ما زالت متواصلة ونتوقع إن شاء الله الانتهاء منها قبل الاحتفال يوم الخميس إن شاء الله. نعم، هشام حامد من قناة السويس مباشرة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. هذا وتواصل محافظات الجمهورية استعداداتها للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث كثفت من أعمال التجميل والتطوير ورفع الأعلام بالشوارع والميادين بجانب الإعداد لإقامة عدد من الحفلات والكرنفالات بهدف مشاركة كافة طوائف الشعب المصري في الاحتفالات. في محافظة شمال سيناء انطلقت فعاليات ماراثون الدراجات بمدينة العريش احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، وشارك في الاحتفال الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة العشرات من المتسابقين من الجنسين، وقطع المتسابقون مسافة 5 كيلومترات. افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أول متحف للحيوان بحديقة الحيوان بالجيزة بعد استكمال أعمال التطوير. يضم المتحف معرضا للحيوانات المحنطة والهياكل العظمية، كما يحتوي أيضا على 5000 نوع حيواني من الطيور والحيوانات المحيطة النادرة. وأشار وزير الزراعة الدكتور صلاح حلال الذي أكد أن المرحلة القادمة ستشهد خطة تطوير الحديقة للحفاظ على أصولها واستثمارها وإعادتها إلى التصنيف الدولي كأفضل حدائق حيوان العالم. أهلا بكم من جديد. تنطق اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى بالحكم على 8 متهمين لاتهامهم بأحداث العنف والتي وقعت بمنطقة حلوان عام 2013. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتجدير السلم العام. تصدر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في الدعوة المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الكيانات الإرهابية. كانت الدعوة المستعجلة قد أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 8 لعام 2015 بشأن الكيانات الإرهابية، مع تمكين طعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القانون وما يترتب على ذلك من آثار. ونتحول إلى الشأن الليبي، حيث تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم رسالة شكر من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردير ليون على دور مصر في مساندة ودعم جهودها للتوصل إلى الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية مؤخرا بين الأطراف الليبية. وقد أعرب ليون كذلك عن اهتمامه باستمرار الدعم المصري خلال المرحلة القادمة والتي ستشهد المزيد من العمل لوضع الاتفاق موضع تنفيذ من خلال مناقشة ملحقاته التي تشمل الترتيبات الأمنية في ليبيا وغيرها من الملفات الضرورية لمستقبل ليبيا. هذا وتستضيف مدينة طبرق الليبية اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقبائل الليبية برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون والحكومة المصرية لمناقشة تشكيل الهيئة التأسيسية لمجلس قبائل ومدن ليبيا والذي يحل بديلا لمجلس النواب الليبي. يبحث الاجتماع مسودة اتفاق الصخيرات والمصالحة الليبية وسلسلة الأحكام التي صدرت مؤخرا بحق رموز النظام معمر القذافي، ويعقد الاجتماع للمرة الأولى داخل الأراضي الليبية بعد سلسلة اجتماعات عقدت في القاهرة برعاية الحكومة المصرية. ونتحول إلى اليمن، حيث أسفرت المواجهات بين المقاومة الشعبية والمسلحين الحوثيين بمحيط جبل صبر في محافظة تعز عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وقوات وأنصار علي عبد الله صالح. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات المعارضة من حصارها لقاعدة العند العسكرية في لحج جنوبي اليمن من أجل استردادها من أيدي الحوثيين، بينما أفادت مصادر يمنية بنشر 3000 جندي في عدن من أجل تأمينها. في تصعيد جديد للصراع الذي يجتاح الأراضي اليمنية منذ عدة شهور، نجحت المقاومة الشعبية في استعادة عدة مواقع محيطة بجبل صبر الاستراتيجي في محافظة تعز، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة العشرات من مسلح الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، كما سيطرت المقاومة على معظم قرى جبل صبر والمواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات وتستخدمها لشن هجماتها على المواطنين في تعز.
نجاحات المقاومة تزامنت مع تحقيقها أيضا انتصارات على المسلحين الحوثيين خلال المواجهات العنيفة لطردها من قاعدة العند العسكرية في لحج جنوبي اليمن. وفي هذا الإطار تفيد مصادر عسكرية بأن لواء عسكري معززا بالدبابات والمدرعات تحرك نحو القاعدة العسكرية لفتح جبهة جديدة من ناحية الغرب، فيما تحاصر القاعدة من ناحية الشمال منذ عدة أيام قوات أخرى تابعة للمقاومة الشعبية. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تفرض المقاومة الشعبية في عدن حصارا مطبقا على تجمعات الحوثيين وعلي عبدالله صالح المتمركزة في المدينة الخضراء شمالي عدن، في حين تواصل قوات أخرى من الجيش والمقاومة الشعبية تقدمها باتجاه مدينة الحوطة عاصمة لحج لفتح جبهة ثالثة من جهة الجنوب باتجاه القاعدة. التعزيزات العسكرية والحصار المحكم لقاعدة العند من جانب المقاومة يعد خطوة هامة من شأنها تحرير القاعدة والمنطقة المحيطة بها من أيدي الحوثيين الذين تلقوا هزائم في الأيام الأخيرة بفضل ضربات المقاومة. ومكنت الانتصارات التي حققتها المقاومة على الحوثيين في جنوب البلاد من توسيع رقعة انتشارها بالمنطقة بعد فرار المتمردين الحوثيين من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب. وفي مأرب وسط اليمن سقط عدد من القتلى والجرحى من الحوثيين جراء اشتباكات عنيفة مع قوات المقاومة الشعبية اليمنية، كما استولت المقاومة على عربة مدرعة تابعة للمتمردين الحوثيين. ووسط اشتداد الاشتباكات التي يعيشها اليمن، تحذر وكالات الإغاثة الدولية من تزايد معاناة ملايين اليمنيين بسبب نقص المواد الغذائية والطبية، وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها في ظل استمرار أعمال القتال. أكد مصدر في المقاومة الشعبية اليمنية في عدن العثور على 9 جثث لمقاتلين من المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية قتلوا برصاص قوة من الحوثيين قبل انسحابهم من مناطق شمال عدن قبل أيام. وأضاف المصدر أن من بين القتلى القيادي بالحراك الجنوبي أبو قصي، مشيرا إلى أن بعض الجثث كانت مقيدة. حادث إحراق الطفل الرضيع في الضفة الغربية من عائلة الدوابشة والتي ألقى بظلاله على حياة مأساوية على أهله وجيرانه. رواية من رأوا الحادث تعكس وحشية المتطرفين اليهود الذين ينتهجون سياسة انتقامية ضد الفلسطينيين. أفاد ناشطون سوريون اليوم بمقتل نحو 25 شخصا وإصابة العشرات الآخرين جراء سقوط طائرة حربية بمنطقة سكنية بمدينة أريحة بريف إدلب. في غضون ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل وإصابة 28 على الأقل من القوات السورية و16 عنصرا من الفصائل المعارضة جراء الاشتباكات التي دارت بين الجانبين في منطقة سهل الغاب بريف حماة. وقد تبادل الطرفان إطلاق عشرات القذائف فيما بينهما في مناطق جورين وتل أعور وفريكا وصوامع المنصورة. أعلن الجيش النيجيري تحرير نحو 178 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء كانت حركة بوكو حرام تحتجزهم كرهائن. وأضاف المتحدث باسم الجيش أنه تم اعتقال أحد قادة الحركة المتشددة خلال العملية العسكرية التي نفذت في شمال شرق البلاد. كان الجيش النيجيري أعلن خلال الأشهر الأخيرة قتل العديد من متطرفي بوكو حرام وتحرير مئات النساء والأطفال كانوا محتجزين كرهائن لدى الحركة والتي بايعت مؤخرا تنظيم داعش الإرهابي. شارك الآلاف من رجال الإطفاء في محاولات إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من أحراش ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأسفرت عن مقتل رجل إطفاء وإخلاء آلاف السكان من منازلهم. وقد أعلن جهاز مكافحة الحرائق في كاليفورنيا أن الحريق اندلع بسبب موجة الجفاف الاستثنائية التي تعاني منها المناطق الواقعة شمال الولاية للعام الرابع على التوالي. أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير مئات الكيلومترات من الغابات وحرق عشرات المنازل. أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا أن الغارات الجوية التركية والتي تستهدف بالأساس متمردي حزب العمال الكردستاني أسفرت عن مقتل نحو 10 مدنيين وإصابة 15 آخرين في العراق. من جانبها أعلنت وكالة الأنباء التركية مقتل جنديين من قوات الأمن وإصابة 31 آخرين في تفجير انتحاري نفذه حزب العمال الكردستاني شرق البلاد.
تصعيد جديد لدوامة العنف التي تشهدها تركيا والعداء الذي بات معلنا بين الدولة وحزب العمال الكردستاني. الحزب أعلن تبنيه العملية الانتحارية استهدفت منزلا للدرك وأسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل إضافة إلى عشرات المصابين. انتحاري اقتحم مركز للدرك بشاحنة محملة بطنين من المتفجرات في محيط مدينة دوغو بيزيد شرقي البلاد وقرب الحدود الإيرانية، كما نصب المتمردون كمينا قرب موقع الهجوم لعرقلة وصول أي مساعدات إليهم. حزب العمال الكردستاني سارع لإعلان مسؤوليته مؤكدا على سقوط عشرات القتلى، بينما أكد الجيش أن جنديين فقط قتل وأصيب أكثر من 30. الهجوم هو الأول من نوعه منذ سقوط الهدنة بين الطرفين قبل 10 أيام، وفي حادث منفصل نصب أيضا للحزب الانفصالي، قتل جندي تركي وأصيب 7 آخرون عندما انفجر لغم أرضي بينما كانت قافلة عسكرية تمر على طريق في محافظة ماردين بجنوب شرق تركيا. قتل في هذا الحادث ما لا يقل عن 17 عنصرا من قوات الأمن التركية وأصيب العشرات بجروح منذ أن باشر متمردو حزب العمال الكردستاني شن هجمات يومية في 22 من يوليو الماضي. وفي خضم الصراع تظهر على السطح أزمة تثير الجدل وتقارير تفيد بسقوط ضحايا من المدنيين، وذلك بسبب الغارات الجوية التركية. مصادر كردية أكدت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين من بينهم أطفال، بينما ينفي الجيش التركي استهداف أي مناطق مأهولة بالسكان. وفي المقابل يواصل الطيران الحربي التركي قصف قواعد الحزب في شمال العراق، وينفذ الطيران غارات مكثفة بشكل يومي على مواقع للمتمردين في جبال شمال العراق حيث يتمركزون منذ سنوات. وأسفرت تلك الغارات عن مقتل ما يزيد عن نحو 260 مقاتلا كرديا وإصابة نحو 400 في هذه الغارات بحسب أنقرة. في الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أخبار. بعد زيارته إلى القاهرة جون كيري في الدوحة لطمأنة نظرائه الخليجيين بخصوص الاتفاق مع إيران وبحث قضايا المنطقة. ماميش يؤكد على استلام هيئة قناة السويس للمجرى الملاحي للقناة الجديدة بالكامل بعد مغادرة جميع الكركات. الحكومة المصرية والمبعوث الأممي برناردينيو ليون يبحثان في طبرق تشكيل الهيئة التأسيسية لمجلس قبائل ومدن ليبيا الذي يحل بديلا لمجلس النواب الليبي. ختام هذه النشرة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.